تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا إلى موجز إخباري جديد. والبداية من مدينة طنجة، حيث تمكنت عناصر الجمارك بالمحطة البحرية بميناء طنجة المدينة ما بين 28 و 31 من شهر مارس المنصرم من حجز 3260 علبة سجائر مهربة تحتوي على 65200 وحدة. ووفقا لمصادر جمركية، فقد ضبطت هذه الكمية من السجائر المهربة باستعمال آلة الكشف للمواد المصدرة خلال عمليتين منفصلتين. وتم خلال العملية الأولى ضبط 1560 علبة سجائر مخبأة بعناية في الأجنحة الخلفية لشاحنة صغيرة كان يقودها مغربي مقيم في إسبانيا. وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية الثانية ضبط 1700 علبة سجائر في ثلاث حقائب محمولة على متن سيارة ركاب مسجلة في المغرب. في موضوع آخر، أوقفت مصالح الأمن في الدار البيضاء مساء أمس قاتل الضحية الفرنسي الذي يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية الأجنبية في المغرب. مسؤول أمني كشف لشوف تيفي أن المعتقل تم إيداعه رهن الحراسة النظرية ويخضع حاليا للتحقيق حول خلفيات وأسباب ارتكاب هذه الجريمة. وكشف المصدر الأمني إلى أنه خلال معاينة مكان الحادث لم تتم معاينة أي آثار للكسر على أبواب أو نوافذ الشقة، مما يرجح فرضية وجود علاقة معينة تربط الأستاذ الفرنسي والمشتبه بها. دوليا، أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن حكومة رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس ضمت 16 وزيرا بينهم 8 رجال و8 سيدات بالتساوي، من أبرزهم سيغولين رويال المرشحة الرئاسية السابقة ورفيقة الرئيس الفرنسي السابقة ووالدة أبنائه الأربعة التي عهد لها بثلاث حقائب أو عهد لها بثلاث حقائب هي البيئة والتنمية المستدامة والطاقة. كما تتواصل الفرنسية من أصل مغربي نجاة فالو بالقسم نشاطها الحكومي لكن في بدلة جديدة، حيث عينت وزيرة لحقوق المرأة والمدينة والشباب والريادة إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع لورون فابيوس وجان إيف لودريون اللذان احتفظا بمنصبيهما في الحكومة. وفي الخبر الرياضي، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم أنه منع فريق برشلونة الإسباني حامل لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم من التعاقد مع أي لاعب خلال الفترتين المقبلتين من الانتقالات، وذلك لمخالفته قوانين الانتقالات المتعلقة باللاعبين تحت السن القانونية. وقرر الفيفا فرض غرامة مالية على النادي الكتالوني مقدارها 450 ألف فرنك سويسري أي حوالي 500 ألف دولار. كما قرر الاتحاد الدولي معاقبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بغرامة مالية مماثلة قدرها 500 ألف فرنك سويسري بعد ثبوت مخالفته قانون الفيفا. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.